عناوين الأخبار: مجلس نواب الشعب الإثيوبي يعقد اجتماعه العادي 16 اليوم. الحكومة الإثيوبية توافق على وقف إطلاق النار استجابة لدعوة الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم فورك يونس. عقد مجلس النواب الشعب الإثيوبي اجتماعه العادي 16 اليوم في مكتبه رئيس الوزراء، والذي سيستمع فيه إلى تقرير المدقق العام الفيدرالي حول أداء مكتب الحكومة الفيدرالية المالية والقانونية وأداء السنة المالية لعام 2021. وصادق مجلس النواب في الجلسة نفسها بالاجتماع إلى مسودة إعلان بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الحكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية. وسلط وزير الدولة للدفاع جيتاتشو هايلا مريم ووزير الدولة للشؤون الخارجية برتوكان أيانو الضوء على أهمية الاتفاقات. كما استمع مجلس النواب لتقرير تدقيق المؤسسات المختلفة الذي قدمه المراجع العام الاتحادي للسنة المالية عام 2012 حسب التقويم الإثيوبي. استجابة لدعوة الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، وافقت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية على وقف إطلاق النار. وقالت الحكومة الفيدرالية في بيان بعث به إلى وسائل الإعلام فإن الجماعة الإرهابية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد أحدثت الفوضى في البلاد على مدار الثلاثين عاما الماضية، حتى سقطت نتيجة النضال المرير للإثيوبيين. دعا الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي الدكتور أبراهام بلاي إلى وقف إطلاق النار من أجل تمكين المزارعين في الإقليم من مزاولة الأنشطة الزراعية في موسم الأمطار الحالي، وبالإضافة إلى توفير المعونات الإنسانية لسكان الإقليم بعيدا عن الأنشطة العسكرية. وقال أبراهام إن قرار الدعوة لوقف إطلاق النار جاء بعد إجراء مشاورات متواصلة مع ممثلي المجتمعات المحلية في المنطقة والمسؤولين الإقليميين وأعيان البلاد والنخب وشرائح أخرى من المجتمعات المنحدرة في تيغراي. وأوضح الدكتور بلاي في بيان أدلى به لوكالة الأنباء الإثيوبية فإن فلول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية غير قادرة على القيام بأي أنشطة مهددة. تلبية لنداء الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، قبلت الحكومة طلبا في أمل أن تصبح إحلال السلام في الإقليم ومزاولة المزارعين على القيام بأنشطة زراعية وتوزيع مساعدات المجانية، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف محاكاة الجنات الرئيسيين. واختتمت البيان قائلا إن من يحاول مبادرة إثيوبيا للسلام للتخريب وسيكون الرد قاسيا. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكنن محادثات مع السفير الأردني لدى إثيوبيا المنتهية فترة عمله وافي عياض. وأكد دمك أثناء اللقاء بأن البلدين تربطهما علاقة تاريخية طويلة الأمد، وشدد على الحاجة إلى زيادة تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شكر دمك مكنن السفير الأردني على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين أثناء إقامته في إثيوبيا كسفيرا لبلاده. وقد أطلع دمك السفير على الوضع الراهن في البلاد، وخاصة الانتخابات الوطنية السادسة والمحادثات الثلاثية حول صد النهضة الأثيوبي والوضع الحالي في إقليم تيغراي. كما أعرب عن استيائه من الموقف غير العادل للجامعة الدول العربية بشأن صد النهضة الأثيوبي، وقال إن النيل مورد مشترك لجميع الدول المشاطئة وأن إثيوبيا ستبني السد وفقا للقانون الدولي. ومن جانبه قال السفير وافي عياض إن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين أسفرت عن نتائج إيجابية. كما شكر السفير الأردني الحكومة الإثيوبية على تقديم دعم له وتعاونها خلال إقامته في إثيوبيا.
خرجت قوات الدفاع الإثيوبية دفعة من الجنود المتدربين في أكاديمية برشلقو العسكرية، وحضر حفل التخرج اللواء هاجالو شلمي رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بوزارة الدفاع، واللواء اندالكاتشا والدكيدان قائد إدارة الموارد البشرية. وبحسب وزارة الدفاع، من المتوقع أن يلتحق الخريجون بالجيش النظامي لمقاومة العدوان الداخلي والخارجي وتعزيز وحدة الأمن في إثيوبيا. أعلن المجلس الوطني للانتخابات عن تسليم نتائج انتخابية من 378 دائرة انتخابية. وتسلم المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نتائج الانتخابات التي تم جمعها من الدوائر الانتخابية في البلاد بحضور وسائل الإعلام. وبهذه المناسبة، كشف المجلس الوطني للانتخابات أن 378 دائرة انتخابية أعلنت نتائج الانتخابات العامة السادسة التي أجريت الأسبوع الماضي. وقالت مستشارة مكتب الاتصالات في المجلس الوطني للانتخابات سوليانا شمالس إن نتائج الانتخابات تم جلبها إلى المكتب العام لمجلس الانتخابات بأديس أبابا برفقة قوات الأمن. وبحسب المستشارة، فإن 90% من 440 دائرة انتخابية في البلاد أعلنت نتائج الانتخابات. صرحت وزيرة السلام الإثيوبية سيدة مفرحات كامل عن إعادة 25472 مواطنا إلى إثيوبيا من 8 دول منذ مايو الشهر الماضي. وفي وقت سابق، أطلقت إثيوبيا عملية إعادة واسعة النطاق لمواطنيها العالقين في عدة دول حول العالم. وأوضحت السيدة مفرحات أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها خلال الأشهر السابقة كان ذلك تحت إشراف من وزارة السلام بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية أخرى. وبحسب الوزيرة، عادت 3691 مواطنا من المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت الوزيرة إن أنشطة إعادة التأهيل يتم تنفيذها في بعض المناطق من قبل الإدارة على جميع المستويات، وسيتم تعزيزها بشكل أكبر. عاد 28 إثيوبيا دون السن 18 اعتقلتهم الشرطة التنزانية أثناء محاولتهم للدخول بطريقة غير شرعية إلى دولة جنوب إفريقيا. وكان المراهقون قد تم القبض عليهم ضمن 36 من الشباب فوق سن 18، لكن تم العمل على إعادتهم على أرض الوطن بطلب من السفارة الإثيوبية في تنزانيا. ووفقا للسفارة الإثيوبية في تنزانيا، فإن الجهود جارية لإعادة أعداد كبيرة من الإثيوبيين المحتجزين في السجون التنزانية إلى إثيوبيا. أجرى رئيس القنصلية العامة الإثيوبية في البحرين الدكتور جمال بكر محادثات مع المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمملكة البحرين الدكتورة منيرة الخليفة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية. وتحدث السفير جمال عن مساهمة إثيوبيا في سلام القرن الأفريقي وإفريقيا والسلام العالمي، وكذلك دورها في تعزيز العلاقات الإقليمية. كما دعا البلدين إلى العمل معا لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال نقل المعرفة والتدريب الدبلوماسي والبحث. ومن جانبها، أشادت الدكتورة منيرة مديرة معهد البحرين للدبلوماسية بمساهمة إثيوبيا في السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وقالت إن إقامة العلاقات الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، فأنهم على استعداد للعمل مع المعهد الإثيوبي للعلاقات الخارجية والتدريب في بناء القدرات الدبلوماسية والبحث التعاوني والتدريب اللغوي ومبادرات مختلفة.
حثت الحكومة الإثيوبية على ضرورة بذل جهود متضافرة لإزالة ورد النيل من مجرى نهر النيل الأزرق والتي تهدد بحيرة طانا التي تعتبر منبع النيل الأزرق. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية كانت تبذل الحكومة والنقابات والشخصيات والجمعيات الخيرية والجهود للقضاء على ورد النيل المنتشرة في حوض النيل وخاصة في بحيرة طانا. وقال نائب المدير لوكالة حماية وتطوير المسطحات المائية أنه رغم عدم التمكن من القضاء على الأعشاب الضارة بشكل نهائي، لكن تسعى الحكومة على قضاء عليها نظرا لخطورتها على حوض النيل. وأضاف أنه تم تنفيذ حملة إزالة الورد في 8 مناطق و30 مقاطعة حول البحيرة. وأفاد نائب الوكالة إن 90% من ورد النيل المنتشرة في البحيرة تم إزالتها، مشيرا إلى أهمية مراقبة عودة الانتشار بشكل منتظم. ومن المتوقع أن تعمل وزارة الزراعة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة معا لإزالة ورد النيل من البحيرة بداية من الأسبوع المقبل. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. مجلس نواب الشعب الإثيوبي يعقد اجتماعه العادي 16 اليوم. الحكومة الإثيوبية توافق على وقف إطلاق النار استجابة لدعوة الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفور كيانس، وإلى اللقاء.